نتحدث عن هياكل المجمعات السكنية في الكثير من المحافظات العراقية، ونخص بالذكر محافظة ديالى، على اعتبار أنه ذكرنا بالتقرير قبل قليل أن هنالك هياكل كثيرة بالقاطون وحتى مستشفى التركي، وحتى بجديدة الشط أكو هياكل أيضا ومشاريع سكنية متروكة حتى هذه اللحظة. هذه المشاريع بحسب الأهالي هناك أصبحت أوكارا للعصابات، عصابات الجريمة المنظمة، وملاذا آمنا للإرهاب. إلى ماذا تحتاج الحكومة للمضي قدما بهذه المشاريع السكنية؟ واقعا احنا عندنا نوعين من المجمعات السكنيه بالذات بها تلكع. النوع الاول هو النوع الحكومي وهو الابرز. وزاره التخطيط العراقيه حقيقه منذ خلينا نقول بعض التغيير من سنه 2006 بدات تخطط لدوله ثانيه غير العراق. اغرق العراق بمشاريع ضخمه فوق قدرات الماليه، فوق قدرات الموازنه. بالنتيجه رغم ان احنا من سنه 2022 23 في حاله وفره ماليه عاليه وعيدة الاف المشاريع، إلى اليوم أكو 1452 مشروع متلكي عملاق. مشاريع المباني والخدمات منها 387 مشروع، زين، وبقية هم بالمشاريع قطاعات متعددة. بالنتيجة هذا يأتي من أين؟ من نحن نخطط لبلد غير العراق بالواقع، بلد كأنه عملاق إيراداته مستمرة، يعني يحتاجون بالسنة الوحدة وزارة التخطيط على مشاريعها تمشي قرابة 45 تريليون دينار عراقي بس مشاريع المركزية. زين، بالنتيجة يا جماعة هذا بلد آخر، احنا بلد إيراداتنا محددة كان المفروض تشتغلوها قطاع قطاع. فهذا الخطأ بالتخطيط أدى بالعراق إلى امتلاك آلاف المشاريع المتلكية. الآن المتبقي 1452، الحكومة ناوية ترجع منها قرابة 500-600 بهاي الموازنة. هم يبقى عندك قرابة 900-800، وأنت في أحسن حالاتك هذا الحكي. فبالنتيجة هذا السبب الأول، نحن خططنا فوق طاقة العراق، فبالتالي شوفين مشاريع متلكية بالآلاف. سنة 2020 أذكر عدد المشاريع المتلكية بالعراق تجاوز 5000 مشروع. مشروع واحد من عندهم مثلا 200 مستشفى، وهكذا خلي يقيس الشعب العراقي. السنة الاندثارية لهذه المشروع تقدر ب 12 تريليون في حال توقفت جميعها. بالنتيجة هذا الحكي احنا صار لنا سنين نقول لهم يابا خططوا باكج باكج على كيفكم، السنة اشتغلوا انتم مثلا كهرباء ومياه، فقط خصصوا الموازنة لهذه البندين، صح ما راح تكمل هاي السنة، بس انتم عندكم تخصيصات كاملة على خلال 3 سنوات خططكم تنجح. سنت الاخ الفلوس حطوها في قطاع المجاري، سنت الاخ اخذوا قطاع الصحه. سيد مصطفى، بما انه حضرتك وعدنا على المقاطعه، بما انه حضرتك ذكرت